صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. يمكن من أهم وأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح كان قرار مجلس الوزراء من يومين تحديدا، مش امبارح، باستبعاد 48 نشاط من أنشطة المحال العامة من شروط الموافقة الأمنية والخاص بالقانون رقم 37. ليه تم التعديل ده؟ وليه أهم أو إيه هي أهم الأنشطة اللي تم استبعادها من شروط الموافقة الأمنية، وإيه الأنشطة اللي بتحتاج ليه موافقات أمنية من الأساس؟ أسئلة كتير قوي يمكن بتدور في فلك المتابعين أو المعنيين بالأنشطة التجارية والمحال العامة. هنحاول اللي احنا نجاوب عليها مع حضراتكم دلوقتي من خلال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اللي موجود معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير يا دكتور. أهلا، صباح الخير، أهلا وسهلا. يعني يا دكتور في البداية عاوزين نعرف ليه تم التعديل ده، وإيه هي الـ 48 نشاط اللي تم استبعادهم من الموافقات الأمنية؟ أنا كنت معاكم الأسبوع اللي فات في صباح الخير يا مصر. نعم. وقلت وبأكد تاني إن الموافقات الأمنية المواطن مش هيروح يجيبها، ولا هيروح مديرية الأمن، ولا هيروح مركز الشرطة ولا قسم الشرطة. نعم. ده اللي بيحصل عليها مركز التراخيص. المواطن كل اللي بيعمله انه بيقدم طلبه لمركز التراخيص معاه المستندات، ومركز التراخيص اونلاين يعني باتصال مباشر مع مديرية الامن. نعم. بيحصل على الموافقة خلال المدة القانونية، لان القانون محدد مدة قانونية لإصدار الترخيص. لو يعني المواطن ما بيسعاش اللي هو يجيب الموافقة الامنية اصبح بدون ما يختاروه، الترخيص بيبقى صادر بقوة القانون. نعم. يعني بس هنا للتأكيد يا دكتور، دلوقتي المواطن ما بيسعاش اللي هو يتعامل مع الجهات الأمنية للحصول على الموافقة الأمنية، هو كل اللي بيعمله بيقدم ورقه لمكتب التراخيص ولا بيدفع رسوم، عشان برضو الكلام يبقى، لأن طلعت كلام كتير على الوسائل التواصل. صحيح، هو في لغط في الموضوع، فعشان كده احنا يعني بنستضح الحقيقه من حضرتك. كويس ان طبعا القناه بتاعتكم القناه الرسميه للدوله، وهذا البرنامج الواسع الانتشار اما ياكد للناس، الناس هيبقى فيه مصداقيه. نعم. مفيش اولا مواطن هيروح لجهه امنيه ولا هيدفع اي رسوم. نعم. ده بيروح للحي او مجلس المدينه، مركز التراخيص بيقدم المشروع بتاعه، بيقدم الطلب بتاعه ومعاه المستندات، والمستندات مبسطه زي ما شرحناها قبل كده. نعم. وخلال 60 يوم بيردوا عليه بالموافقه. اذا لم يتم الرد خلال 60 يوم اصبح كانه حصل على الترخيص. بالظبط يا فندم. نعم. ودي جديده ما كانتش موجوده. صحيح. في القوانين السابقه. خدت بالك سيادتك. ثانيا وهو الاهم. نعم. ان الموافقات الامنيه دي مش حاجه جديده، ده موجوده من سنه 54، من ساعة ما أنشئ قانون تراخيص المحال العامة. نعم. سنة 54 وسنة 56. فاتعمل هيصة، مش عارف، أنا مش فاهم معناها، على الموافقات الأمنية دي. ثانيا هم كانوا 83 بقوا 35، بقوا 35 نشاط. وال 35 نشاط دي أنشطة محدودة، يعني لا تمثل 0.5% من مجمل الأنشطة اللي موجودة في السوق المصري. يعني هدي سيادتك امثله. اتفضل. محلات بيع الذهب، هل هي منتشره؟ ده محلات محدوده في 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 حتت معينه، يعني في المدن الصغيره بيبقى محل او اثنين، في القاهره اعداد يعني عده عشرات. يعني هقول لسيادتك مش محلات منتشره بالشكل الكبير، محلات بيع البيره مثلا. بيع البيره، المحلات دي هل هي منتشره؟ قله قليله وفي مدن كثيره ما فيهاش. بص لسعادتك، محلات تاجير الشقق السكنيه، مكتب لبيع لتاجير الشقق السكنيه، لازم الامن يبقى عنده خبر بيها. خدت بالك؟ مكاتب التخديم اللي هي بت 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 بتقدم الخدمات اللي بيشتغلوا في المنازل، مش لازم يبقى برضه تحت رقابه الامن؟ ولا يعني أكيد. يعني أكيد انا طبعاً. شايف محلات سن الاسلحه، محلات البنسيونات نفسها، الفنادق، محلات بيع السلاح. لا شكرا لحضرتك. طبعا حضرتك بتوضح ان الانشطه دي ما ينفعش ما يبقاش عليها مش بس موافقه امنيه، كمان رقابه لو في يعني. طيب. زي ما بقول لك محلات بيع الذهب، بيع الذهب دي مش لازم في حراسه بتبقى موجوده على محلات بيع الذهب بالليل؟ والا الامن يبقى مقصر لو ما عملش الحراسه. اكيد اكيد.
فالأنشطة دي أولا أنشطة محدودة جدا، ثانيا عددها بسيط ولا تمثل نسبة تستحق ان احنا نعمل عليها كل الهيصة دي كلها. طب ده يعني دور مراكز التراخيص في تحديد الأنشطة دي بيبقى ايه يا فندم؟ هي متحددة في القرار، يعني هي بالفعل متحددة ومراكز التراخيص اوتوماتيك، والأنشطة دي تو ما بيتقدم الطلب بتسمع اونلاين في مديرية الأمن المختصة، ومديرية الأمن بترد اونلاين برضه. إذا عملية أوتوماتيكية ما فيهاش كل الهيصة اللي اتعملت دي، ويقول لك ده هيعطلونا وهندفع فلوس وهندفع رسوم، لا فيها تعطيل ولا فيها رسوم ولا فيها حاجة من دي أبدا. فالموضوع يعني طبعا أنا بحيي مجلس الوزراء إنه أكد كلام اللجنة العليا، وبشكر وزارة الداخلية، وزارة الداخلية طبعا كانت متعاونة جدا وخفضت العدد اللي هي طالبة فيه الموافقات الأمنية إلى 35 نشاط وأنشطة كلها أنشطة. طب إيه الاشتراطات اللي بتبقى على الأنشطة دي؟ والأمن فيها بيمثل عنصر مهم على فكرة. أكيد. نعم. طيب إيه أهم الاشتراطات اللي بتبقى على الأنشطة دي عشان يتم التأمين ليها، يعني أو تأمين النشاط والمنطقة المحيطة بيها؟ هي مفيش اشتراطات زيادة، هي نفس الاشتراطات اللي معمولة لكل نشاط، ولكن هي بس مجرد إن يبقى عندهم خبر بمكان هذا النشاط. مديرية الأمن تبقى عندها خبر بمكان هذا النشاط علشان تقول انا قادره على حمايته. نعم. لان النشاط مهم، او قادره على رقابته. يعني يعني البنسيونات دي طول عمرها بتودي مركز الشرطه او قسم الشرطه اسماء الناس اللي بيترددوا كل يوم، طول صحيح. عمرها على مدى 70 سنه مفيش حاجه جدت يعني. نعم، بنشكر حضرتك دكتور محمد الفيوم المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وطبعا كل الشكر على تفنيد وتفسير يعني نص هذا التصريح الخاص بمجلس الوزراء باستبعاد 48 نشاط من أنشطة المحال العامة. وزي ما أكد دكتور محمد، هي فكرة أن الموافقات الأمنية أصبح بيحصل عليها المواطن من جهة إصدار الترخيص نفسه، مفيش تعامل مع الجهات الأمنية بشكل عام، هو التعامل مع الحي أو مجلس المدينة، بختاره اللي أنا هعمل المشروع الفلاني في المكان الفلاني، ومن ثم خلال 60 يوم المفترض إن هو يرد عليه بأن الموافقات الأمنية الخاصة به جت لإصدار أو يعني ممارسة هذا المحال العام تحديدا في مشروعه. إذا لم، وهنا بنقول إذا لم يتم الرد خلال 60 يوم، فبالتالي أصبح كأنه حائز على هذه الموافقات الأمنية، ده لو ما تمش الرد بالرفض خلال 60 يوم.